ممثلة جمعية آدا للدفاع عن حقوق الحيوانات والطبيعة بمدينة فاس. المقر ديال الجمعية كاين في مدينة الرباط وأنا الممثلة ديالهم هنا في مدينة فاس. حنا شفنا داك الفيديو اللي لاحظ ديك السيدة اللي كتعدى فيه ديك القطة وما عجبناش الحال وتبارطاجا الفيديو الحمد لله، وكان واحد الردود الفعل إيجابية وبزاف ديال الناس وقفوا معنا والحمد لله. حنا أنا والإخوان المتطوعين للدفاع عن الحيوانات والإنقاذ بمدينة فاس درنا واحد الشكاية قدمناها لجلالة وكيل الملك هنا في فاس، وإن شاء الله دابا القضية في يد القانون. كنتمنى أن القانون يوقف معنا ويوقف بجنبنا ويتطبق الفصل ديال 602 وتاخذ هذيك السيده العقاب واقصى العقوبات. وكنطالبوا باش يحيدوا ليها الكلبه ويعطيوها لينا نديروها في الملجأ، لحقاش ديك الكلبه حتى هي ما عندها حتى شي ذنب. هذيك السيده كتعدى على المخلوقات وعلى المخلوقات البريئه اللي ما تقدرش تدافع على راسها، دونك ديك السيده تقدر تتعدى حتى على البشر. كنتمنوا ان الناس ما يتوقفوش من البارطاج وتبقاو معنا هكا. القضيه ولات قضيه راي عام، ما تستسلموش، الله يجازيكم بخير، لان ديك الحيوانات راه هما روح تتالم. الله يجازيكم بخير. لا فيديو اللي تنتشر هو واحد السيده ماشي ما فيهاش الرحمه والانسانيه، جابت قطه ضعيفه مسكينه ما تتوكلها ما تتشربها، حطاتها في السطاح وتتحرش عليها الكلبه ديالها. من بعد منين صفاتها لها راكم شفتوا تقولوا لها تتقول لها صفيتيها لها؟ حتى انا ما تنبغيهمش امامي، حتى انا ما تنبغيهمش. والجيران اللي كانوا عاشوا كانوا جيرانهم شحال هادي، منين توصلنا بهم قالوا لنا اللي ديجا كانوا قطيطات صغار تيغبروا، ما كانوش تيعرفوا شكون اللي تيغبرهم، ولكن منين شافوا ديك لا فيديو الناس قال لك بصح دابا هي اللي كانت تاخذهم وتعطيهم للكلبه ديالها. السلام عليكم. اكيد ماشي غير المغاربه اللي شافوا هذاك الفيديو البشع، بزاف ديال الناس من خارج المغرب اللي حتى هما كيتسائلوا واش على هذا العنف وعلى هذا التعامل سورتو مع القطط وهاد الحيوانات الاليفه. حنا كنعقلوا اننا حنا هاد الحيوانات دائما داخلين عندنا لديورنا، الا ما قدرناش نعاونوهم ما كناديوهمش. دابا ولينا كنشوفوا ان ولا السوشيال ميديا ولا هاد الشيء، يعني الانسان عنده واحد الجراه انه يدير جريمه بحال هادي ويفتخر بها، وفوق هاد الشيء يزيد يعني ياكد على راسه الجريمه ويزيد يبارطاجيها ويدمر، يعني يعذب داك الكائن ويعذبنا حتى حنا كمتلقين اللي غادي نشوفوا هذاك الفيديو. ومن بعد يجي يقول لك علاش كديروا هاد الشكايه وعلاش ديروا، راه ما يمكنش الاخوان. حنا انا كنطلب من المغاربه انهم يعاونونا بالبارطاج وما تاخذكمش العاطفه من الطرف الاخر. الا جا كيخرج كيعطيكم شي مبررات، لان كل شيء في الفيديو من لا يرحم لا يرحم. السيده ما رحمتش ذاك الكائن الضعيف، كيفاش بغاتنا حنا؟ ماشي كنعذبوها، حنا بغينا غير القانون يطبق عليها. واش القانون راه القصاص في الاسلام راه رحمه، والقانون حتى هو رحمه. اللي دار الدرب الدارجه ديالنا المغربيه يستاهل العقوبه. حنا السيده ما بغيناش، حنا ما كنلفقوا لها تهم، ما كنرفقوا لها فيديوهات، ما بغيناش ليها حتى شي حاجه خايبه، ما بغينا يعني ما كنتعاملوش معها بطريقه الهمجيه اللي تعاملت بها لا مع دوك الكليبه ديالها اللي كتعلمها هاد الوحشيه، ولا ذاك القطه اللي كانت كتستنجد بها. وحنايا حتى ما رحمتناش انها بارطاجات معنا ذاك الفيديو وخلاتنا نتالموا في هذه الايام المباركه. انا كنطلب اقصى العقوبات لهذه السيده، كنطلب القانون يطبق عليها باش تكون عبره والامثال ديالها، لان هذا الشيء راه المنا بزاف المنا بزاف. وحتى الا كنتي ما كتبغيش الحيوانات ولا ما عندكش معاهم كما قلتي ما كنبغيهاش ولا ما كنحملهمش، ما تاديهمش. هذاك اعتذار غير مقبول، هذاك محاوله تملص من الجريمه. اي واحد كيدير، واش عمر شي حد كيجي كيعترف بالجريمه كيقول لك انا درت؟ اي واحد كيكون ما عاد قد شنو داير تيقول لك انا ما درتش، انا داروا لي. اختي الكريمه الفيديو دليل، فيه الاعترافات ديالك، راه الطريقه كيفاش كنتي كتهضري مع الكلبه، لا فاش ماتت القطه البرود ديالك كيفاش تعاملتي. حنا راه حنا مربيين الكلاب ومربيين القطط وكنعرفوا لغه الجسد وكنعرفوا الطريقه ديال ردات الفعل الطبيعيه ديال الانسان الطبيعي الا كان فعلا ذاك الموقف ما عندوش فيه مسؤوليه. اما انت اصلا مصوره الفيديو، شوفي غير لو تيتخ باش بارطاجي الفيديو صفاتها ليها وفرحانه وكتقولي، وفاش سالت كتقولي لها صافي قتلتيها صفيتيها ليها والاعتذار. قالت لك اسيدي راه القطه ماتت بوحدها، دابا القطه جات وقفات حدا الكلبه جات تسكسى قلبيه، وهي كانت غير كتلحسها باش تنوض تكمل معاها اللعب. واش عباد الله واش ماشي الحماق هذا؟ واش السيده ادخلوا غير الفيديو تفرجوا وشوفوا المبررات ديالي وشوفوا. انا ما نحتاجش نقول لكم اصلا قضيه ان شاء الله في المحكمه، راه وكيل الملك عنده السلطه التقديريه اللي غادي يقدر وعنده الذكاء والدهاء الكافي انه يحل الفيديو ديالها بالاقوال ديالها بالطريقه كيفاش تبارطاجا، وهو اللي عطاها البراءه بصحتها. فهمتوني؟ حنا مع القضاء، ولكن توصل للمحكمه وتطبق عليها القانون. وديك الساعه السلطه حنا كنتمناو، حنا عارفين القضاء عندنا قضاء نزيه، وبغينا هذا القانون هذا بغيناه يتسلط عليه الضوء، بغيناه يتفعل،
بغينا يتفعل وبغينا يطبق عليها. وديك الساعه الا عندها شي مبررات ولا شي ادله انها غير مسؤوله على هذا الجانب، حنا درنا غير الواجب ديالنا، اننا شفنا جريمه وبلغنا عليها. المساله ديال الدفاع ديالها ولا دير محامي ولا تقول انا ما درت، انا ما درتش، داكشي ديروا في المحكمه ملي تكون كتحاكم تسمى دير داك الدفاع ديالها ودبر راسها. يعني حنا ماشي مشكل، حنا باش محكم القضاء حنا معاه. السلام عليكم، انا وحده من المتطوعات بمدينه فاس لرعايه القطط والكلاب الموجوده بالشارع. حنا في الوقت اللي كنتقاتلوا يعني وكنحيدوها من راسنا باش كناكلوا هاد القطط، نحاولوا ما امكن نوفروا لهم الماء على الاقل والماكل بين واحد المجموعه صغيره اللي كنتقاتلوا باش نوصلوا لهم هاد الشيء. هذا كنتفاجئ بواحد الفيديو شنيع، عمل غير اخلاقي بالمره، لواحد السيده بالاحرى راها شابه جابت واحد القطيطه الكلبه ديالها وكتحرضها، كتقول لها باش يعني تقتلها، كتلدد في المشاهده ديال داك القطه وهي خائفه. الكلبه ديالها حتى هي كتعاين يعني غير الاوامر ديال هذيك الشابه اللي كتخ تتقول لها سيري قتليها فعلي لها تركي. يعني داك الفيديو راه متداول، رانا شفته داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. هذا العمل هذا يعني ماشي نقولوا راه دخلنا يعني مزقنا القلوب ديالنا، المشاعر ديالنا كلها تبعثرات، بقيناش نعرفوا شنو كاين حنا مع من عايشين. وضعنا الشكايه بخصوص هذا الموضوع، هذا السيد المحامي راه غادي يتكلف المسائل. القضاء الحمد لله حنايا عارفين بانه نزيه، غادي ياخذ الاجراءات القانونيه في هذا الموضوع. بغينا الحق ديال داك القطه اللي مشات مسكينه، يعني مغدوره، كتسمى مغدوره ضعيفه، استغلت الضعف ديالها وهي صغيره ما تقدرش تهرب، جابتها يعني كتمارس عليها داك الشيء، شنو عندها في العقليه ديالها الله اعلم. المهم حنا هذا العمل كنستنكروه، ومن الواجب ديالنا كان علينا نوضعوا هذه الشكايه هذه باش تاخذ الامور ديالها. شنو هو الحق القانون يعني اللي كيعطينا الدستور ديالنا، كاين 602، ما يمكنش شي حد يتعدى على شي حيوان. غادي نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يتفعل هذا القانون هذا وتاخذ العقاب ديالها. السلام عليكم، اضافه اللي قالوا الاخوان والصديقات، اللي غنقدر نقول هو اننا كنطالبوا بالجمعيات يزيدوا يدخلوا، واخا الجمعيه ديالنا دخلات يزيدوا جمعيات اخرين يدخلوا في هذه القضيه هذه، وكنطالبوا بان هذه الانسانه تاخذ الجزاء ديالها والعقاب ديالها اللي كيوقع لهم نفس المشكل. واش غنقول لك، حنا ولينا خايفين دابا على هذه القطوط وعلى الكلاب بصفه عامه، لان ما عندهمش واحد الملجا، خصوصا مدينه فاس ما كاينش واحد الملجا، فين غادي يحضنهم وغادي يحسوا فيهم بالامان؟ ما كاينش كاع الملجا. فكنطالبوا الناس السلطات ان يحاولوا يديروا لنا واحد الملجا لهاد القطيطات ولهاد الكليبات، تفتح شي جمعيه هنايا علاش لا، ويدعموها ماديا، ويكون واحد الملجا اللي هو كي كنقولوا كيضربوا به المثال في مدينه فاس.